درب الحياة صعب وطويل، بينه سجى وبينه صهيل، لابد ما نمشي المشوار نتحمل هموم الرحيل، لابد ما نمشي المشوار نتحمل هموم نمشي على الشوق يا زمان، لا أخي فينا يعرف أخوه، لا ابن يفهم معنى حنان، مكتوب علينا في ليل ندوب، نمشي على الشوق يا زمان، لا أخي فينا يعرف أخوه، ولا ابن يفهم معنى حنان. لسه الخشب قدام النار، لسه المشوار يا ناس طويل، لسه الخشب قدام النار، لسه المشوار يا ناس طويل، لابد ما نمشي المشوار نتحمل هموم الرحيل، لابد ما نمشي المشوار الرحيم. أظن أن الأفكار هلا ارتاحت يا أخوي، وأرجو من الله أنه الحال يستمر. إذا بتنفذ اللي قلت لك إياه قبل وفاة الوالدي كل شيء بيمشي بسهولة ويسر بإذن الله. شو اللي قلته يا أخوي؟ إنه إلي بالمصنع زي ما إلك، وبناء عليه لازم يكون لكلمة بالقرارات زيك بالضبط. وأنا عمري قلت لا يا أخوي، بدك تسلم مكتبي وأسلم مكتبك، أنا جاهز. كويس؟ ابدأ شغلك بحل المشكلة اللي احنا عايشين. وشو هي المشكلة؟ لازم نسلم العطاء اللي بين إيدينا بعد 20 يوم، والعمل بده 30 يوم شغل. صباح الخير يما، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. شو زعلانة مني؟ وين نمت يا سعيد؟ بغرفة ولاد عمي. نعم نعم، وين نمت يا أخوي؟ بغرفة ولاد عمي. وليش يا سيدي؟ وأنت إلك غرفة أحسن من غرفتهم. عشان مرت عمي تنبيني مع ابنها أذان الفجر. ولا تكون صرت تدرس مع ابنها كمان. وبستفيد منه كثير. عوضك على الله يا زكية. ليش يما؟ بدك شاني أروح أتعلم من أمه كيف أدير نفسي؟ ليش بتقولي هالحكي؟ أنا بقول لك ليش بقول هيك، عشان الأب مسوي نفسه معلم على أبوك، وهيك بدك تعمل من ابنه معلم عليك، ولازم أنا كمان أعمل من حنان معلم علي. اسمع يا سعيد، إذا بتدرس مع باسم بوريك نجوم الدار. طيب وإذا بدي أدرس على طريقته، مين بده ينبهني الفجر؟ أنا بنبهك وقبل الفجر كمان. ماما، إيش رأيك بهالتسريحة؟ ومين عمل لك إياها؟ أنا طلبت من مرت عمي حنان تعمل لي إياها. أنت كمان؟ منك العوض وعليك العوض يا رب، منك العوض وعليك العوض يا رب. فؤاد؟ ها؟ عمي يا فؤاد. خير؟ شو ماله؟ لا بياكل ولا بيشرب. تعال نشوفه. مالك يا زكية؟ على وين؟ بدي أروح أشوف الست اللي بتحاول تعدم ولادي الثقة فيه. ومين هي اللي بتعمل هيك؟
بابا ماما زعلت عشان مرت عمي حنان مشطت لي تمشيطة حلوة. هي حنان اللي بتحكي عنها يا زكية؟ أيوة يا بابا، وبدال ما تشكرها على اللي عملته لنا بغيابها. أشكرها؟ أيوة يا زكية، حنان حطت أولادك بعيونها وأنت غايبة. صحيح؟ مش عارفين ليش عملت هيك؟ لا مش عارفين، قولينا ليش؟ عشان ما تحسسكم بغيابي وما تطلبوا لأبوكم يرجعني. تفضل شوف حاله يا عم. شو قصته؟ خير إن شاء الله؟ زي ما أنت شايف دائماً مهموم، لا بيأكل ولا بيشرب. وليش هيك عامل بنفسك يا أخوي؟ بحاول آكل وأشرب بس اللقمة ما بتنزل من حلقي. معقول؟ معقول الحزن يعمل هيك بإنسان أنا بعرفه مؤمن بالله وبالقضاء والقدر؟ معاذ الله. شوف، إذا بكرة ما بتاكل بناخدك للمستشفى. شو أعمل يا أخوي؟ خلي يا بني فؤاد مرتك تجهز لي صحن شوربة لو سمحت. أنت بتؤمر يا أبا. على إذنكم. مع السلامة. وهلأ ممكن تقول لي شو اللي صاد نفسك على الأكل؟ يا سلام، لما استفتح يومي بابتسامة حلوة من الوالد. ابتسامة؟ أيوة يا عمي، اضحك. يابا، في حدا منا زعلك وأنا مش عارف؟ لا يا حبيبي، لا. إذن شو اللي بخليك هيك؟ بتنسى يابا إنه الموت حق وإنه كلنا لاحقينا؟ أيوة يا عمي، وإنت سيد العارفين. ناوليني كاسة الحليب أسقيها بإيدي يا حنان. على عيني. تفضل. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. صح. صحتين وعافية. الحمد لله. هنية وعافية يا عمي. صح يا عميك. الله يبارك فيكم. احنا بنقوم غير بالواجب يا عمي. وانا لو اعطيكوا عيوني بحس حالي مقصر. سلامة عيونك يابا. وانا وصالح واولادنا بخدمتك 24 ساعة يا عمي. في كل خير يا حبايبي، في كل خير. يا الله، تأمرني بشي يابا؟ بدي تبعث لي الدكتور كامل وتقول له اني عايزه. ليش يابا؟ انت بتشكي من شي؟ لا الحمد لله. حاضر، زي ما بدك. لا تتأخر يا صالح. دقايق ولاحقك يا اخوي. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. ما شاء الله ما شاء الله يابا، يعني انت اليوم من غير حسد غزال وشرزال. الله يخلينا اياك يابا. الله يخليك. تأمرني بخدمي؟ سلامتك يابا. الله يسلمك. يلا خطركم. مع السلامة. طالما أبوك ما بيشتكي من إشي، ليش بده الدكتور كامل صاحبه؟ يا زكية سيبك من هالأوهام. أوهام؟ اللي بيعيش بيشوف يا صالح. 100 مرة قلت لك إكسى بوده، واللي بده يصير بيصير. إيه حنان تعطيني فرصة؟ على كل حال لحق أخوك للمصنع. خاطرك. مع السلامة. هاي ابو سعيد، شو لقيت حل يريحنا ويريح العمال؟ في غير ان نستمر بالعمل على الطريقه العاديه وندفع الغرامه اللي بنص عليها العقد؟ اعوذ بالله، بدك ايانا ندفع اكثر من اللي بدنا نربحه غرامه؟ اذا عندك حل ثاني اتفضل اطرحه. معلش يا اخوي، اترك لي الحل. Thank you.
بدي اسالك يما، بدراستك ما بعرف اشي. مش عن دراستي الحاليه. ولا عن اي دراسه؟ الدراسه اللي بدي ادرسها بعد التوجيه. شو اللي بدك تدرسه بعد التوجيه؟ اداره اعمال. اداره اعمال؟ ولد فاشل. فاشل وستين فاشل. هو ابن عمك احسن منك يدرس طب وانت تدرس اداره اعمال؟ كل واحد هوايته يما، واحنا هوايتنا الطب وبس. لكن كليه طب بلدنا بدها معدل عالي. مش قلت انها لندن تقبل طلاب نجاح عادي من غير ما تسال عن معدل؟ ايوه. انجح والباقي علي. انا مش رايحه هلا اقدر اساعدكم. ليش يا ماما؟ عشان بدي اروح اشوف احتياجات جدكم. روحي يا ماما، خليه يرجع زي ايام زمان. لا يا حنان، خدمه عمي علي اليوم، وانت خليكي درسي ولادك على كيفك. طيب يا زكية، توكلي على الله. يلا يا أولاد. بالنسبة للطلبية هاي جاهزة يا أخ صالح. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بشر يا أخ فؤاد، بشر. إن شاء الله خير يا أخوي. الحمد لله، ربنا وفقني. كيف؟ كتبت استرحام لمعالي الوزير، أطلب فيه تأجيل تسليم القطاع 10 أيام. أيوة. ومن حسن حظي وأنا بقدمه لمعالي دخل صاحب إلي وعزاني بوفاة المرحوم. ها وبعدين؟ معالي قرأ الاسترحام بعد ما سمع التعزيم، عرف ظرفنا وقدر وضعنا العائلي وأعطانا 10 أيام زيادة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله يعطيك العافية أبو باسم. الحمد لله. عمي عمي. زكية تفضلي. تفضلي يا بنتي. مش عارفة يا عمي كيف بدي أبدأ كلامي. ابدي زي ما بدك. أنا خايفة يكون اللي عملته زعلك مني. أنت شو اللي عملتيه غير الخير يا بنتي؟ لما تركت البيت ورحت لأهلي. إذا كنت زعلت لما رجعتي لبيتك رضيت. الحمد لله الحمد لله. هو بالحقيقة. قولي يا بنتي. احنا بنحب نخدمك ومعزتك بقلوبنا ما في زيها، بس مشكلتي انا وصالح والاولاد ما بنعرف زي غيرنا. ولا يهمكوا يا بنتي. بدنا اياك تعطينا فرصه ناخذ دورنا زي فؤاد وحنان ما اخذوا دورهم. بايش؟ بخدمتك بالبيت والشغل بالمصنع. المجال مفتوح قدامكم، بس انا يا بنتي بدنا تخلي فؤاد ومرته يعطونا فرصه ويبطلوا يسابونا لخدمتك، وبعض الأحيان يمنعونا. عمي يا عمي. تفضلي يا بنتي. الشوربة جاهزة يا عمي. مش اتفقنا يا حنان أني أنا أقوم بخدمة عمي اليوم؟ وأنا وافقت. والشوربة اللي جهزتيها؟ أجا وقتها وبديت أطبخها قبل ساعة لما ما شفتك دخلتي المطبخ. تفضل عم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. مرحبا. اهلا. مرحبا. يعطيهم العافيه. اهلا دكتور. ها كيف حال عمكم والاكل اليوم؟ الصبح افطر وهلا جهزنا له الشوربه. عال عال عال. عمي ها بتقدر تدخل عنده لحالك وتشوف شو بده، واذا بتحتاجونا لاي شيء احنا جاهزين. ماشي الحال. عرفت شو الاشي اللي أبوك بده الدكتور كامل عشانه؟ لا ما عرفت. كويس إني عرفت عمي إنه بنحاول نخدمه وحنان فؤاد بمنعونا. جهزتي الغداء؟ الغداء؟ هيني رايحة أجهزه. لسه بدك تجهزيه يا زكية؟ حرام عليك يا بنت الناس. احسب حساب الدكتور كامل بالغداء. سامعة يا زكية؟ على هيك يا ريت تيجي تساعديني يا حنان. حاضر. يلا. المرحومة كتبت رسالة يا أخوي قبل ما تموت. الله يرحمها ويحسن إليها. وكانت بدها إياها تتنفذ بعد وفاتها. وأنا جاهز لأي خدمة. هذا أملي فيك.
أنا بدي أمر يا أخوي أبو صالح، أمر. أنا بدي أنفذ اللي ببالي يا أخوي وأنا عايش، حتى أطمن قلبي وأريح عيني. وأنا جاهز لأي خدمة، بس هلأ اسمح لي بدي أروح، وبكرة بإذن الله من الصبح بكون عندك. خلينا نتغدى بمعيتك اليوم. يا ريت، أنا اليوم عندي ضيوف. إذا بلاش أخرك، وإن شاء الله بستناك بكرة من الساعة 9 الصبح. إن شاء الله. تفضل. يا الله. يا ترى شو سبب زيارة الدكتور كامل؟ مش عارفة إنه عمي طلبه؟ بس ما عرفت ليش؟ ولا حد عرف. عنان؟ عنان؟ أظن بقدر أروح هلأ. مع السلامة. الحمد ربك، لقيتي وسيلة لحنان تساعدك. عرفت شو اللي بيصير؟ يا زكية يا زكية، لا تقلقيش نفسك. زي ما قلت لي على أيام المرحومة، وصحينا على قصة الذهب. احنا لازم نعمل المستحيل نفوز برضا أبوي، عشان ما نلحق الخسارة الأولى خسارة جديدة. بدي إياك تديري بالك على أبوي يا حنان. عمي بعيوني يا فؤاد، ولا يهمك. يسلم عيونك. شو مالهم الحلوين؟ لأنت يا بابا نضل هيك. ليش يا رامي؟ في شي مش مريحكم؟ الكل مشغول عنا بهالايام. حتى انت يا حنان؟ هاي جدكم بدا ياكل، وبكره بتتحسن صحته وكل اشي باذن الله برجع لحاله. ما لقيتوا طريقة تنسي جدي احزانه؟ ليش؟ انتوا ما حاولتوا يا باسم؟ كل ما بدخلوا عليه بحزنوا عليه وبيزيدوا حزنه. لا لا يا حبايبي، الحزن بالقلب، ومش لازم نشعر فيه المصاب اطلاقا. الغدا جاهز يا عمي، تفضلوا يا جماعة. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا. يلا يعطيك العافية يا زكية. الله يعافيك. تفضل يا عمي. أزكى وجبة لأحسن عم. شو هذا كله؟ أكل، وما بدي أرجع منه إشي. بس أنا بقدرش أكل يا بنتي. لا يابا، لازم تأكل. أيوة يا جدي، لازم تأكل. إذا ما بتأكل إحنا مش رايحين ندوق الأكل، ولا رايحين ندرس، ولا رايحين ننام كمان، ورايحين نضل واقفين هون حتى توكل. ها يابا، شو قلت هلا؟ شو بدي أقول يابا؟ أمري لله. تفضل يا عمي. خسرتي إيش يا زكية لما خدمتي أبوي ساعة وحدي؟ بتتوقع اللي بقلبه زي اللي على وجهه؟ أبوي ما بعرف الخبط يا زكية. وأمك كانت زيه، وليش ما بينت الذهب إلا بآخر أيامها، واللي ما بنعرف شو بنوبنا منه لحد هلأ. لسه بقلبك شك يا زكية؟ أيوة، وخايفة يحصل إشي لأبوك لا سمح الله، وما نصحى إلا وكل شي طاير. طيب شو لازم نعمل؟ لازم نشعر بطيبة قلوبنا، انه لولا حنان وفؤاد كنا خدمناه اكبر خدمة. بديتي بداية حلوة، شفت كيف؟ اهلا وسهلا. مرحبا يا ابا. اهلا وسهلا، تفضل. كيف الحال؟
الله يسلمك. كيف صحتك يا عمي؟ الحمد لله يا بنتي. وهلا دور الدواء. اي بدك اياني اخذ كل هالدواء اللي امر فيه الدكتور وبس؟ انتوا اعطوني دواء القلب وبس. لا، الدكتور ركز على الثاني كمان عشان تنام. يا بني ما انا بشعر اني نحسان من غير الدواء. يا عمي ما دام الدكتور هو اللي وصى فيه لازم تاخذه. يلا يابا يلا يلا تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صحة وعافية. أنا والشفا. يابا أهلا فيكم، تفضلوا قعدوا. إحنا جايين نستأذن يابا، بدنا نزور أهلي يا عمي. ليش لا يا بنتي، بلغوهم سلامي. شكرا لك يا عمي. بدكيش وصاة لعمي يا حنان؟ توكلي على الله يا زكية. يلا خاطركم. مع السلامة. مع السلامة. إن شاء الله بالشفاء يابا. شكرا يا بني شكرا. سلامتك يا عمي. الله يسلمكم. فصائل وأنواع حيوانات غريبة عجيبة. You think of emergency vehicles. ممكن ما عمرك شفتها. أطرف الحيوانات في العالم. Too hot. أطرف الحيوانات في العالم. السبت 8:30 مساء على ذكريات. نحرص دوما على تحقيق ما يخدم المصلحة العامة. طيب يا عمي في المرور أقول لك لا، أنت ليه تقول له بكرة تعال خذها؟ في كثير من الإخوان السائقين بيقودوا سياراتهم بسرعة عالية جدا. أتحدث إليكم بارتفاع شاحن. الطيران جزء من حياتي. الآن الكاميرا تطوف بكم داخل غرفة المخالفات. إن الغرف التجارية الصناعية لعبت دورا رئيسيا في التنمية. مع الناس الاثنين 8:00 مساء على ذكريات. تفضل يا ابو. السلام عليك. الله يسلمك. تفضل يا ابو سعيد. يسلموا. الله يسلمك. ابو زكي انا اسف يا جماعه، اذنك معك يا عمي. عارف يا صالح، في شغله مهمه بدي اذكرك فيها. ايش هي يا زكي؟ الذهب. مش قلت لازم نصل للرسالة ونعرف شو اللي فيها؟ أيوة. بس بس إيش يا صالح؟ أنا بقول خلينا ننسى حكاية ذهبات أمي ونقول الله يرحمها، وبكفي اللي رايح يجينا من وراء أبوي بعد عمر طويل إن شاء الله. أنا خايفة ما يجينا إشي من وراء. معقول؟ معقول ونص. طيب كيف ممكن نحل هالمشكلة اللي مشغلة بالك؟ عندي بدل الطريقة 10، بس المهم إنك وافقت. عمي عذريني يا بنتي، عيني بتغفي غصبت عني. كويس يابا،
احنا بنستأذن عشان ترتاح وتنام. بتوصي بإشي يا عمي؟ انا خايف. خايف من ايش يابا؟ وعلى ايش خايف؟ يوذن الفجر وتروح علي نومي وما اقوم اصلي الصبح. لا تحمل هم يابا، احنا باذن الله بنصحيك. نام وانت مطمن يا عمي. يا الله. تصبح على خير يابا. تصبح على خير يا عمي. وانتو من اهله يا حبيبي. هاي يا باسم، ان شاء الله الامور رجعت زي ما كانت. ايوه يابا. معلش يما، شويه دراسه زياده بتعوض كل اللي راح عليك باذن الله. بس انا نعست وتعبت. وبدك تنام. وجدك بده حد ينبهه. طب شو رايكوا اخذوا المنبه وانزل انام بصاله جدي؟ كويس، وإذا ما فقت على المنبه جدك بفيق. طيب أدرس لك شوية لما أجيب لك الساعة. حاضر. تصبح على خير يا حبيبي. تلاقي خير يا الظاهر. الكل نايمين حتى أبوك؟ خلينا نمر عليه، إذا سهران بنمس عليه. يلا. عمي 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 أبوك نايم سابع نومي. الظاهر إنه نايم نوم تعب. تعال برا شوي. دولي رايحين نعرف وبنتصرف ويكون بعينك. احنا مش رايحين بايدنا لاشي. يلا يلا تحرك. شو بدك اعمل؟ مش قلت انك بتعرف وين ابوك خبى المفتاح؟ ايوه، بس انا ما بمد ايدي لاشي. قلت لك مش رايحين بد ايدنا لاشي مش لنا. جدي قالوا لي انك نعسان.
جدي رد علي يا حبيبي. بدكش ترد؟ انت حر. جدي 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 يابا يما يابا يابا يما. أنا خايف يا زكية. خايف؟ خايف من إيش؟ ليكون باسم شافنا. لا ما شافنا، اطمن. طيب والمفتاح؟ هيو معي. هاتي. ليش؟ لازم أرجعه. بدك ترجعه قبل ما تعرف قصة الذهب؟ على وين يا مجنوني؟ صالح 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 أرد. لا لا ترد. الظهر لسه ما رجعش من عند سامي وحنان. مش قلت لك باسم حس فينا؟ ما حس. لو كان حس ما كان قال أبوه إنه ما رجعنا. هو قال هيك؟ أيوة. ارتاح واتضمن. طيب شو بده بهالليل؟ أبصر. معقول؟ معقول يكون صار لأبوي إشي واحنا ما عرفناش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وهلا شو نعمل يا فؤاد؟ مش عارف يا حنان. اتصلوا بالدكتور كامل. بيت الدكتور كامل بعيد من هون. أنا لازم أتصل بالدكتور جارنا. صحيح، جارنا أبو محمد ابنه دكتور. طيب أعطيني رقمهم وأتصل فيهم. يلا بسرعة يا حنان. يلا يلا. ثمانية ستة ستة أربعة ثمانية اثنين ثلاثة. أنت روحي عند أبوي حنان بسرعة. ألو. تفضل دكتور. تفضل تفضل. أنتوا يا ريت تستنوا برا. يلا يا حبيبي يلا. حاضر. يلا يا ماما. تفضل دكتور تفضل. يا رب ان شاء الله خير يا دكتور. ان شاء الله خير. دكتور كامي. صباح الخير يا فؤاد. صباح النور يا عمي. خير؟ شو صار له؟ مش عارف شو صار له يا عمي. تفضل. صباح الخير يا ام باسي. صباح الخير يا عمي. خير؟ ماله؟ تركنا نعسان ورحنا. وبعد ما تركناه بنص ساعه رجع ابني باسم ولقيه متبنج وعينيه مفتحه بتحاكيه ما برد بتوقف قدامه ما بشوفك. طيب خلوني اشوف. تفضل يا عمي تفضل.
صالح صالح قوم. قوم. طيب طيب قوم قوم. خير خير. شو صار؟ أبوك تعبان وكويس إن المفتاح معانا. أبوك تعبان؟ كيف عرفتي؟ سمعت فؤاد وحنان بيقولوا للدكتور كامل إنه بتبنج، لا بيشوف ولا بيسمع ولا بينطق. يا حبيبي يابا استنى، بدي أروح أطمن على أبوي. مش نفكر بالأول شو نعمل؟ فكري لحالك يا زكية. شوفي اشي زي الكذب.